وللمزيد والمتابعة والتفاصيل حول مؤتمر مصر 2022 الاقتصادي ينضم إلينا هاتفين دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. بعد التحية دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. دكتور وليد، أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي الهام، كيف ترى هذا المؤتمر وتوقعاتك له، وكيف يمكن أن ترى احتضان مصر لهذا المؤتمر في هذا الوقت تحديدا؟ هو بالتأكيد المؤتمر في البداية هو توجيه من السيد الرئيس واستجابة لما يتابعه السيد الرئيس من أن هناك قطاعات عديدة في المجتمع لديها مقترحات، وهناك من لديهم مطالبات، هناك مستثمرين لديهم مطالبات، وقطاع خاص لديه طلبات، خبراء اقتصاديين لديهم رؤى ومقترحات. الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عملية التنمية وفي مشروع الدولة التنموي، بالتالي فإنه من المهم أن يلتقي الجميع، من المهم الوصول إلى صياغة محددة تضبط المقترحات وتضبط المطالبات مع محددات صناعة القرار الاقتصادي. فهناك محددات تحكم صناعة القرار الاقتصادي بحيث ينسجم مع استراتيجية الدولة وينسجم مع الظروف الداخلية والخارجية. كل هذا الأمر أتصوره كان الدافع في أن السيد الرئيس يوجه بأن يكون هناك مؤتمرا يجمع الجميع. المؤتمر يتناول كافة القضايا، يتناول كافة الأفكار، يناقشها الخبراء بحيث يكون ينتج عن المؤتمر التوصيات وإجراءات محددة قابلة للتنفيذ، يتم عرضها على السيد الرئيس ويتم عرضها على الشعب أيضا، لأن الشعب يسمع كثيرا عن أشياء، منها ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح. بالتأكيد فإن مناقشة تلك الأمور تعطي صورة شفافة أمام الشعب بحيث أن لا يستمع أو أن لا يعيد أهمية لبعض المقترحات غير قابلة للتنفيذ. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، شكرا جزيلا لك.